شكرا زميلتي غاده، وصب عليك بالخير وصب على نور وكل المشاهدين الكرام اللي دائما يتابعونا في برنامج صباح الخير. ومثل ما تفضلت اتمنى تكوني موجوده معنا على البحر وهالجو الحلو الجميل وهالشمس الحلوه هذه، لكن المسابقه اجمل واجمل واجمل بمكرمه اميريه من سيدي حضره صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح والله ورعاه. هذه المسابقه تقام فعاليات مهرجان الموروث البحري الخليجي لصيد الاسماك، وهي بدات المسابقه قبل فتره، لكن اليوم راح تكون ان شاء الله مسابقه الختاميه، مسابقه دانه الامير، وهذه الدانه يتسابق عليها مسابقين كثيرين، لكن نتكلم عنها اكثر واكثر معنا الشيخ سالم نواف الاحمد الجابر الصباح رئيس الموروث البحري الخليجي. شيخ يعطيك العافيه، صبحك الله بالخير، واحنا ما شاء الله محظوظين كل سنه من سنه احنا نكون موجودين معك في هذا الموقع. يا حياك الله وصبحكم الله بالخير، وسلم وصبح على الاخوان اللي في التلفزيون، ولله الحمد ان شاء الله راح نطلع بنتيجه طيبه ان شاء الله. شيخ بدنا نتكلم عن يعني مسابقات ثنتين قبل فتره بسيطه كان لها مسابقه الشنعد الاولى اللي كانت في مسنه الفنطاس، والمسابقه اللي صارت في ديوانه الوطيه والسالميه اللي يعني فريقين او خلينا ديوانتين صاروا في هذا المكان. باختصار بعد راح نرجع حق مسابقه دانه الامير. بالبدايه طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، بالفعل احنا بالامس انتهينا من مسابقتين، مسابقه في ديوانه الفنطاس وهي مسابقه الشنعد، واحنا ننظم هذه يعني اول مره نظمناها ولله الحمد نجحت. والمسابقه الثانيه اللي انتهينا منها ايضا اللي ديوانيه الفنطاس السالميه عفوا وديوانيه الوطيه. بالفعل احنا انتهينا من هالدول المسابقتين، وكانت مسابقه الشنعد هي اللي اخذت الصيت الاكبر طبعا، لان احنا كنا اول مره ننظمها ولله الحمد نجحت بكافه المقاييس. شيخ لو نرجع الحين حق مسابقه دانه الامير، هذه المسابقه اليوم ما شاء الله نشوف تنافس كثير، 30 متسابق الكل وده يحظي في هذه الدانه. طبعا دانه الامير في السنه الماضيه احنا وقفناها، وهالسنه اعدنا في صياغتها واعدنا في تنفيذ وترتيب مسابقتها لهذا العام. طبعا مسابقه الدانه تتميز عن بقيه المسابقات ان هي تحمل دانه الامير، وبالتالي هي تختصر على 30 متسابق. طبعا الفائزين نحصد احنا فقط المراكز الثلاث الاولى، فبالتالي راح تكون هناك منافسه ان شاء الله قويه بين المشاركين، لان هم النخبه اللي يعني اللي طلعوا من المسابقات السابقه في ديوانه السالميه وديوانه الوطيه، وجمعناهم وعملنا لهم المسابقه هذه وهي مسابقه دانه الامير، وان شاء الله يردون لنا بالسلامه ان شاء الله سالمين ان شاء الله. لو نتكلم عن طريقه المسابقه، هل مثلا حددتوا شغله معينه، الخيوط، سناره، اليم، الطراد، المتسابقين؟ طبعا دانه الامير فيها مواقع احنا حددناها بالفعل، قامت اللجنه مشكوره بتحديد الموقع لعمل هذه المسابقه، وبالتالي احنا ايضا هناك ايضا مراقبين راح يكونوا متواجدين مع المشاركين، وايضا هناك اداره خفر السواحل اللي استعانت فيها لجنه مشكوره بس لعمليه تنظيم هذه المسابقه. طبعا هم هناك الان على وشك وساق، سوف تنطلق هذه المسابقه في تمام الساعه 9 صباحا على ان تنتهي ان شاء الله في تمام الساعه 4 مساء. شيخ لو نتكلم عن يعني طريقة السمش، خلينا نقول مثلا هل حددت مثلا نوع من الاسماك، ولا اخذ راحتك المتسابق اللي تصيد واللي تجيب حياك الله والوزن موجود؟ لا طبعا في اسماك خارج المسابقة وموضوع يعني مضمونة في عملية المتسابق، فهي فيها لها شروط. احنا ذكرنا الاسماك اللي تكون خارج المسابقه طبعا موجوده بالشروط عند المتقدم لما يتقدم ويسجل، هو عارف الحداق ان في اسماك تكون خارج المسابقه مثل الميام، المشوه، الجليجل، اللخمه، الشم، يعني انواع كثيره صراحه، فالمتسابقين عارفين ان في اسماك تكون خارج حسبة المسابقة، فبالتالي المسابقة تعتمد فقط على الأسماك اللي تنوكل مثل الشعم، مثل النويبي، مثل المزيزي، السبيطي، الهامور، وهم بعد ما أقدر أحصرهم الأسماك اللي تكون داخل المسابقة لأنها كثيرة، فبالتالي هم المتسابقين عارفين شنو الأسماك اللي تكون داخل المسابقة وشنو الأسماك تكون خارج المسابقة. حتى كذلك وفرت لهم دار الطوارئ الطبية موجودة، خفر السواحل موجودين، عندكم لجنة مراقبة موجودة كذلك تتابع حركة سير المسابقة؟ شوف أخوي نجيب، اللجنة دائما حريصة أنها تأمن
على سلامة المشاركين، لأنهم في النهاية هم أهل، يعني أهلنا من أهل الكويت، فبالتالي هم أبنائنا، فلازم إحنا نأمن على سلامتهم. فقامت اللجنة مشكورة بتوفير الإسعافات الطبية لا قدر الله إذا انصاب أي مشارك، وأيضا قامت الاستعانة بإدارة خفر السواحل اللي عملت التنظيم. أنت عارف أن اليوم الخميس وما شاء الله الأحوال الجوية من أبدع ما يمكن، فراح يكثر هواة الصيد اليوم بالذات على هذا الجو الطيب، فبالتالي حتى لا يكون هناك أي مشاكل ما بيننا وبين هواة الصيد، فقامت اللجنة مشكورة بالاستعانة بخبر السواحل لعملية تنظيم هذه المسابقة إن شاء الله. شيخ، المسابقة رصدت لها يعني جوائز غيمة وهي دانة الأمير، يعني الكل وده يأخذ من هالجوائز الطيبة هذه اللي إن شاء الله رصدت للمتسابقين الكرام. وش كثر، كم واحد راح يفوز، الأول والثاني والثالث فقط؟ اي طبعا ناخذ احنا الثلاث مراكز الاولى. طبعا السنه رفعنا احنا السقف للجوائز وبالذات لمسابقه دانه الامير. الاول ان شاء الله راح يحصل على سياره موديل 2017، والثاني راح يحصل على زورق 18 قدم من شركه الرضان كامل مع ماكينته مع عربانته، والثالث راح يحصل على مكافاه ماليه مجزيه ان شاء الله. احنا نقول الله يعطيكم العافية شيخ سالم النواف الأحمد الجابر الصباح، رئيس الموروث البحر الخليجي، عساك معنا القوة، لكن كلمة لإخوانك والشباب اللي راح يدخلون الآن البحر، شنو ودك تقول لهم؟ عسى الله يوفقكم إن شاء الله، والجميع مثل ما أنا دائما أقول هذه العبارة، أن عند الجميع فائزين، بمجرد أنك أنت أقدمت وسجلت وشاركت لإحياء هذا التراث وهو تراث الآباء والأجداد، فأنا برأيي الشخصي بأن أكون أعتبر أن هذا فائز، وإن شاء الله التوفيق لجميع المشاركين والعودة سالمين إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. نشكر الشيخ سالم النواف الأحمد الجابر الصباح، رئيس الموروث البحري الخليجي، شكرا الشيخ، يعطيك العافية، وإحنا دائما إحنا معك من سنة لسنة في هذا المكان، نتمنى إن شاء الله نكون معك في السنوات القادمة. راح نرجع إلى قادة وإلى نورة لتكملة الفقرات المفيدة لبرنامج الصباح خير، نشوفكم إن شاء الله يوم الأحد القادم في حلة جديدة وفي موقع آخر. لكم الهواء، تفضلوا.